شهدت الأسواق العراقية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما شكى منه مواطنون في محافظة النجف منتقدين الحكومة عدم سيطرتها على الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. مثل كل عام تشهد الأسواق العراقية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول الشهر الفضيل، يرافقه هذا العام ركود اقتصادي خانق إثر تأثر البلاد بجائحة كورونا وتبعاتها، فضلا عن أزمة ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية، أسباب ألهبت أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد على استيراد 95% من احتياجاته. السبب الرئيسي لغلاء الأسعار هو غياب الاستراتيجية الحكومية لاحتواء قضية ارتفاع سعر الدولار، هذا أولا، واختيار البدائل، لا ضخت بطاقة تموينية بديلا عن حتى يكون عرضة للعرض والطلب، ولا عندها خطة بديلة للتجار رقابية تحاسب التجار على تلك الأسعار المرتفعة، وجدت زادت الآن الطباع البشرية المستغلة لهذه الأوضاع اللي متمثلة ببعض الجشع التجار الجشعين التي استغلت من رمضان ذريعة لارتفاع تلك الأسعار. إخفاق حكومي في السيطرة على الأسعار أدى إلى ارتفاعها إلى الضعف، وبات المواطن حائرا بين جشع التجار ومتطلبات العائلة خلال شهر رمضان الذي سيكون استثنائيا لدى العراقيين. بطاقة تموينية خالية من مفرداتها أدخلت من هم دون خط الفقر في حالة من القلق في توفير أبسط حقوقهم المعيشية. السبب الرئيسي بالارتفاع المواد الغذائية حاليا هي الدولار، يعني الدولار ما قرروا الموازنة على مود شنو، يبقى الدولار ثابت، هسه هم حاليا بيناتهم مشاحنات على مود طايحة براس من براس المواطن العراقي. البطل الزيت، أبسط شغلة، البطل الزيت كان 1500 بطل زيت الدار، وهو منتج عراقي يعني وطني، فهسه سووه 3000 دينار، يعني ضعفه. ثلاث عوامل اساسيات بارتفاع الاسعار، يعني هي مو بس الخضار المرتفعه بصوره عامه، هي المواد الغذائيه. مع اقتراب شهر رمضان احنا نلاحظ هاي الاسعار كل سنه جيت هذا تصير عليها ارتفاع بالاسعار، يعني الخضار جاي تصعد بانه بسبب احنا ناس جاي نستورد هذا الشيء، ما جاي نستفاد من يعني شلون عندنا زراعتنا، احنا جاي المنتج مالتنا، يعني انت تلاحظ خلال هاي الفتره المنتج مالتك الوطني ما جاي يستخدم، جاي تستورد من خارج العراق. ارتفاع مستويات خط الفقر المعلنه بعد تغول البطاله مؤشرات سجلتها مفوضيه حقوق الانسان، ومطالبات باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي إلى فئات المجتمع الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.